واش عرفتوا الا بغيتي تصيد افعى خصك تشتت الانتباه ديالها كما ترون. وهذا ما يحصل هذه الايام مع بعض الاعلاميين والفنانه من الشقيقه للجزائر باعاز العسكريين المتعصبين. ومن طبيعه الحال هذه الابواق مؤدى عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم ولدي الترجمه ولا شنو؟ لا 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 راجع نشوف الصحراء وصافي نمشي. جاي نشوف خوتنا اللي في الصحراء. مرحبا بك. مرحبا بك. قتلونا هاد البوليزاريو قتلونا هاد الجزائر نشوفوا حنا هاد خوتنا اللي في الصحراء نسلموا عليهم. هادشي كي داير نتوما لاباس عليكم كلشي بخير. اللهم بارك الحمد خير بارك الله فيك. لا لا الساعة باقية ما خصنيش شي حاجة راه غنجي عندك هنا. مرحبا. وحنا في المغرب شعبا وملكا أذكى من أن ننساق ونتجر وراء هذه اللعبة المكشوفة. فالشعب الجزائري لا يحتاج إلى أبواق لتغطية على مشاكله الداخلية، وحنا في أرضنا ما يمكنناش نتخلو ولو على حبة من أرضنا. فأمامكم سيمو الشوكي عبر بطريقته الخاصة على أرضه وأرض أجداده. فإخواننا في الجزائر تحية لهم، ما عندناش أدنى مشكل معهم، لكن بعض المتعصبين من جنرالات فاللعبة أصبحت مكشوفة للتغطية على فضائح إخفاء إطفاء النيران، ناهيك على بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الشقيقة الجزائر. سيد يا مرحبا السميه ديالك ديالي عسري من مدينه مراكش مخصوص. نشكر خوتي المغاربه داخل المغرب وخارجه، وتشكرك الاخ على هذه الاستضافه. سي محمد عندي اش كتقول لنا كلمه لهذوك الجزائريين اللي تيقولوا ما فتحوش الحدود، منهم داك الدراجي المعلق الصحفي، وحنا خوتنا الجزائريين مرحبا بهم، الا دوك الناس ديال البوليزاريو رحنا ما عندنا بهم حتى شي علاقة. بالنسبة لخوتنا الجزائر، حنا خوتنا الجزائر، حنا وقعنا خوا خوا، حنا كاين مدينة واحد، وتم دينا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحنا وياكم الحمد لله كاينة كتجمعنا واحد الدين ديال التراحم، واحد الإنسانية، واحد الحب، وعلاش يكون واحد البغضاء بيننا وبينكم؟ لأن داك الشيء راه ما شي مصلحة لا أنتم ولا حنا، بالعكس نكونوا خوا خوا، نكونوا تزرع فينا واحد المحبة، واحد التعامل، واحد صلة الرحيم، راه الحياة راه اذا هذه كلمه موجهه من السيد ايش ديرك احسن. شكرا سي احسن من مدينه مراكش. شوي من الطريق ليتس جو. سنبقى في أرضنا وأرض أجدادنا. الصحراء المغربية وستبقى المغربية كما تشاهدون مواطنون يعبرون عن فرحتهم بصحرائهم. ستفتح الحدود لما يأذن الله. الصحراء المغربية واللي بغى بغى واللي ما بغاش عاود. إن شاء الله. مع تحيات أخوكم سيمو شو. إن أعجبكم الفيديو فاشتركوا في القناة. إن شاء